يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي بسبب حادث مرور، وتوفي أيضا صاحب السيارة الثانية، وقال المرور إن سبب الحادث هو الغبار الذي وقع في يوم الحادث. سؤال: هل هناك صيام أو عتق رقبة على الوالد، علما بأن ورثة كلا الطرفين قد تنازلوا عن الدية؟ الله، هذا يرجع فيه إلى المحكمة، لأن تقرير المرور يرفع للقاضي ويحكم فيه بالإدانة أو عدم الإدانة القتل، نقدر نفتي به، هذا تبع المحاكم. نعم.